الطابور الخامس بالمختصر، أهلا وسهلا. الطابور الخامس هو نوع من أنواع الجاسوسية، ويصف مجموعة من الناس تعمل في الغالب على محاولة محاصرة المدينة من الداخل، وتعمل في صالح جماعة العدو سرية أو علنية. في عام 1936 اندلعت حرب أهلية إسبانية قسمت إسبانيا إلى ثلاث مجموعات، بين جمهوريين ديمقراطيين وجمهورية إسبانية يسارية ومجموعة سموا الوطنيين بقيادة فرانشيسكو فرانكو الذي حكم إسبانيا لمدة 40 عام بعد الحرب. أما إيميليو مولا فهو أحد قادة فرانشيسكو فرانكو وقائد جيش الشمال المكون من 4 طوابير. سئل من من الطوابير الأربع سوف يقتحم مدريد، وكان رده أن هذه مهمة الطابور الخامس فيما كان يتكون جيشه من 4 طوابير فقط. أما المقصد فكان للجماعات الموالية لفرانشيسكو فرانكو داخل مدريد، وأكد أنه لا نصر دون وجود الطابور الخامس. وهذا أهمية التخريب الداخلي وإثارة الشائعات والرعب، وأصبح الطابور الخامس رمز من رموز القوة الموالية للعدو في الداخل. أما الإعلام اليوم فيعتبر من أهم أسلحة الطابور الخامس والأكثر تأثيراً.